الشعوب والله قادرة على أن تتحرك وأن تغير واقعها وتنتصر بإرادة الله وبإذن الله. دخل الحوثيون لساحة التغيير بشكل مفاجئ متماهين مع شعاراتها، وأعلن عبد الملك الحوثي مباركته لهذا الحراك. شهدت الساحة انقساماً بسبب هذه المشاركة، وظهرت منصات مختلفة وشعارات متعددة تشي بقرب الافتراق الداخلي لمن يقفون في هذه الساحة. الحوثيين من كان يمثلهم في الميدان؟ أول ما بدأ جاء واحد اسمه تقريباً خالد المداني صديقي كذلك، وعملوا خيمة، وأنا ساهمت بتبرع لهم، وساهمت بتبرع حتى الحزب الحق، أعطيته لحسن زيد 400,000 وقتها، وساهمت كمان بتبرع للحزب الاشتراكي في حدود 400,000. هذه أموال شخصية؟ أموال شخصية، كان معي أموال كنت ساهم. وش اللي خليك تدفع أموال شخصية في شأن سياسي بهذا؟ يعني كنت أحب أن هذه الأحزاب الضعيفة والصغيرة أنه يقع لهم وجود في الساحة، على أساس ما يبقاش السيطرة للخطاب حق يعني الأطراف الأخرى. وللأمانة محمد أخي هو مساهم كثير في هذا المبالغ، يعني محمد أخوك يساهم من الخارج؟ من الخارج، كان يرسل لي بعض الزلط وأنا كمان من عندي، ويعني بدينا الحزب الحق، بدينا الحزب الاشتراكي، يعني تبرعات رسمية بأسناد. يعني وش اللي يدفع محمد أخوك وهو في الخارج أن يساهم بهذا القدر الكبير؟ محمد أخي هذا إنسان مسكين طيب، يعني على نيته صار بيشتغل، كان يشقى يعمل بيده، يعني يشتغل في وظائف صعبة ويجمع له شوية زلط، وكان يرسل مثلا للساحات. قبل الساحات كان يرسل أيام المعارك الأولى، حروب صعدة الأولى، كانوا الحوثيين يستخدموه هذا التلفون يسموه ثريا أو مدري إيش اسمه، فكان يشتري لهم تقريبا كروت ويعبي لحقهم التلفونات من هذيك الأيام. يعني الحوثيين لما كانوا في الميدان وش كانت شعاراتهم المرفوعة؟ نفس شعارات الساحة تمام، الحرية، عيش حرية، عدالة اجتماعية، لا بقرين قرآن ولا ولي الله ولا بمن هذا الخبر أبداً. ولا دخلوا يعني اكتلب لك خالد المداني هذاك وكأنه منظر حزب الخضر حق ألمانيا، والحرية والديمقراطية والجمال والحلاء والخيام حقهم، وبعدين النساء يدخلين في الخيام ويصيرن دالحين قد بيمنعوا الاختلاط، يمنعوا الاختلاط في الجامعات، يمنعوا أيوة يمنعوا حتى الكافيهات، يعني ما عاد بيستطيعش اليمني يصير يشرب قرص قهوة هو وزوجته في كافي، ولا هو صديقته ولا زميلته في العمل. يعني شوف الناس مش عارفين اللي بيعملوا الحوثيين هي قريب من تصرفات داعش وطالبان، يعني بس هم ذكية ما يستهدفوش أجانب يعني، بس ولا ما بيش فرق. أما الممارسات العملية على الأرض نفس داعش والقاعدة بيضيقوا الخناق على الفنانين، وقريبا بيغلقوا الفنانين في 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 صنعاء. لما تشوف صعدة وكيف عملوا بها، قتلوها ثقافيا معرفيا، ما عادش في صعدة ما تلقاش غناء، ما تلقاش حتى شرطة. انت عارف عندما كنا نسير صعدة اللي فاتح أغنية فوق السيارة يوقفوه ويشلوا الذاكرة عليه ويكسروها الذاكرة، وهي بس أغنية عادية. يعني هذه الشعارات اللي كانوا يرفعونها الحوثيين في الميدان، هذه الشعارات مختلفة تماماً عن شعاراتهم الفكرية. حتى الإخوان المسلمين هو نفس الحال، الإخوان المسلمين ما الإخوان رفعوا شعارات الحرية وبعدها دعسوا أروع عثمان وضربوها. هذا بتوجيه الحوثيين أنفسهم، بتوجيه القيادة. نتكلم عن أكيد عبد الملك. هم شوف أقول لك في عبد الملك يعلم بهذه الشعارات التي رفعت. هو يعلم وداري، لكن هو بيقول لك إن إحنا هذا فرصة ندخل مع الناس مع الجو، يعني نسهاير. يا أخي باختصار الأحداث هذا أو ذي بيقولوا لها ثورة، هي يعني شيء جميل تم استغلاله من الجميع بشكل سيء وحقير لا أبعد حد.